مكيه يعني بدوبها تكفي الناس الموجودين تمام. فاجونا ناس نازحين من خان يونس ومن المينا ومن لسان المينا من هان، فاستضفناهم عندنا وحتى يعني بنطعميهم من اكلنا من قوتنا من قوت اولادنا بنعطيهم تمام. وبالنسبه للوضع يعني انت شايف انحصرنا، كنا في منطقه صغيره من هان من لسان المينا لا دور 17، هذه المنطقه كثيفه سكانها كثير فيها ومفيش حد مدور عليهم، السكان هذول ما فيش حد مدور عليهم، يعني التكيه اللي بتجينا على قد المخيم تبعنا. طب الناس اللي اجت عندنا جديد من وين نجيب لهم؟ من وين احنا نجيب لهم؟ بناكل اكله في اليوم على الدكيه، اكله واحده اللي بناكلها في اليوم، يعني لو ما الدكيه كان بنموت من الجوع. اقول لك انا صرت افكر يعني اطلع لو فيش اكل اروح اشرب من البحر عشان اصبر حالي، وحياه ربنا بحكي جد معاه اكل اشرب ميه وملح. اقول لك قسما بالله مرات بننام من دون اكل. بدنا هدنه، بدنا حال، بدناش نضل هيك، احنا بدنا رجعونا على دورنا يا عمي، رجعونا على دورنا بناقص يا عمي. اقول لك ايش بدنا نسوي احنا؟ اقول لك ملابس فيش عنا، ملابس لاولادي انا مش ملاقي، اقول لك لو معيش مصاري اجيب لهم. قبل اسبوع كانت يعني بزياده وتزيد عنا، نفطر ونتغدى ونتعشى مثلا. اليوم من عدد الناس اللي اجوا علينا بطلت دوبها الغدوه، دوبها الغدوه، وبعد وقت ما بتكفينا، لانه العدد زاد عنا. زاد العدد بزياده، يعني كنت انا في خيمتي 32 هيك صرت تقريبا 50، يعني ناس بلا مؤاخذه بعرفهمش حطيتهم جنبي. المية بصعوبة جدا لما بنعبي، وهيكو شايفين وتطلعوا على الدور وعلى كيف بنعاني لحد ما نعبي مية. المية يعني هي روح الحياة، فيش مية فيش أكل فيش شرب فيش مصاري، لا في شغل ولا في عمل ولا في مصروف ولا في أي حاجة، وعندنا مرضى ومش قادرين نعمل ولا أي حاجة، ومحدش مدور علينا، احنا مش عارفين لمين نتوجه. احنا بنتأمل تخلص، بنطلب من الله مش من العباد انه تخلص، ما ضلش فينا حيل يا عالم، ما ضل فينا حيل، والله ما ضل فينا حيل، بعيدنا الله والله خلصنا، والله ما ضل فينا حيل ولا ضل قادرين نتحمل اي تاشي، ما ضلش فينا حيل، ايش نعمل؟ لمين نشكي يا عالم؟ لمين نشكي؟ حالنا صعب والله، حالنا صعب.